حيا لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي حضره أيضا عدد من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي في إطار التعاون المتواصل لتوثيق أواصر التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات وبالخصوص في المجال الاقتصادي. وأود التأكيد على ما نعول عليه من دور كبير لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المشتركة وتزيل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين. بدوره أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على خصوصية العلاقة بين مصر وفرنسا، وأن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب مصر بشكل كامل من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار التعليم والتدريب، معربا عن تطلع فرنسا لزيادة استثماراتها في مصر، حيث تأتي في المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة فيها. نريد أن نعطي العلاقة للعلاقة بين فرنسا ومصر طابعا يتجاوز الطابع الاقتصادي البحت، وهو على المحك طبعا المبادلات، النمو، التجارة، الاستثمارات، ولكن أيضا الاستقرار والأمن والتنمية. وبجانب حضوره منتدى الأعمال المصري الفرنسي، التقى أولاند بالمهندس شريف إسماعيل لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة، كما قام بزيارة لمجلس الشعب والتقى بالدكتور علي عبد العال، زيارة شملت مناقشة عدد من القضايا الهامة مثل مكافحة الإرهاب وملف السياحة وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين. تعاون اقتصادي، ثقافي، سياحي، عسكري، رسائل مهمة تم توجيهها من خلال هذه القمة ومن خلال المؤتمر الصحفي اللي تبعناه امبارح، ومن خلال كمان منتدى الأعمال المصري الفرنسي اللي افتتحه الرئيسي. الحديث عن مواقف سياسية لمصر وفرنسا تكاد تكون متطابقة في كتير من الأمور المتعلقة بالأزمات الموجودة في المنطقة. أمن المنطقة هو أمن لمصر وأمن لفرنسا في نفس الوقت، ده كلام الرئيس الفرنسي امبارح. مستعدين لتقديم التكنولوجيا الفرنسية وكل خبراتنا لمصر علشان يتم البناء والتنمية، شراكة كاملة، وعايزين نتعدى التقارب الاقتصادي لتقارب سياسي على كافة الأصعدة. طبعا أكيد زيارة مهمة لمصر، إيه الرسائل اللي خرجنا بيها؟ ده اللي هنحاول نتكلم فيه مع ضيوفنا. برحب بمعالي السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفنا. ودكتور سعيد اللوندي الخبير في الشؤون الدولية، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سعيد. أبتدي مع حضرتك يا دكتور سعيد، لأن أنا محتاجة قراءة صحفية الأول لهذه الزيارة، وإزاي حتى وسائل الإعلام المحلية والدولية، ونركز على الدولية في الأساس والجانب الأوروبي، متابعين هذه الزيارة وشايفينها بأي شكل؟ يعني كتبت جريدة لموند والفيجارو والليبراسون عن هذه الزيارة باعتبارها تعميق للعلاقات الثنائية بين البلدين مصر وفرنسا، و كذلك إجراء بشكل أو بآخر تعديل في العلاقة بحيث تكون قوية لأبعد حد، لأن كان في البداية فرنسا مع بقية بعض دول الاتحاد الأوروبي ترى أن ما حدث في مصر ليس ثورة وإنما انقلاب. حدث التغيير عندما ذهب سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي كما يعلم الجميع السابق، وكذلك بإعاز وبتكليف من الملك عبد الله، تغيرت عندما التقى بفرانسوا أولاند في باريس، تغيرت المواقف تماما، وجدنا أن الرئيس فرانسوا أولاند بدأ ينظر لمصر بعد أن نجح الرئيس السيسي في استعادة هيبتها الدولية أنها دولة مؤثرة، دولة يعني مستطيل البحر المتوسط جنوبا، دولة تربطنا بها وتربط بباريس علاقات ثنائية تجارية، وخاصة اتفاقات التسلح التي حدثت مؤخرا. كان هذا من منطلق أن الرئيس السيسي يريد تنويع مصادر السلاح، ولسنا حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها كما كان يعرف السابق. أعتقد أن يعني صفقات السلاح الخاصة برافال، ميسرال اللي هي حامل طائرات الهليكوبتر إلى آخره، كانت بداية مهمة جدا. طبعا عندما جاء فرانسوا أولاند هذه المرة، هي المرة الثانية، لأنه المرة الأولى كان في افتتاح قناة السويس الجديدة، وطبعا فرنسا منذ أيام المهندس ديليسيبس عندهم شعور بالأبوة تجاه قناة السويس بشكل عام،
يعني اعتقد انه صاحب معه هذه المره وزير الدفاع وزير المسؤول عن الاعلام والثقافه، وبالتالي هو يهتم كثيرا بالقوى الناعمه، القوى الناعمه اللي اشتهرت بها مصر في العالم كله. يعني لو تتكلم عن اي دوله عربيه لن تجد الا مصر تتكلم عن الشرايط والكتب والمثقفين، ويعني فكره القوه الناعمه موجوده بدون شك. كتبت عنها جريده الموند اكثر من مره، وقالت ايه؟ ان الرئيس السيسي نجح بالفعل في الارتباط بفئات شعبي بشكل او باخر، والرئيس فرانسوا اولاند ذهب لهناك لانها اكبر دوله عربية ودولة شرق، دولة متوسطية مهتمة جدا بالدائرة المتوسطية، وبالتالي دولة مشاطئة البحر المتوسط جنوبا عندما تلتقي مع دولة في مشاطئة البحر المتوسط شمالا. وفي زمن ساركوزي مثلا كان هناك اختيار لمصر ان تكون مع فرنسا رائدة في مجال الاتحاد من اجل المتوسط. اذا كل ما يعني ما يحدث الان اعتقد انه خلفيات اكيدة جدا اشار اليها ليبراسون مع انها اشتراكيه، ديفيجارو مع انها يمينيه بشكل او اخر او ديجوليه، ولوموند ايضا تكلمت عنه بشكل او اخر. اذا كانت هذه القمه موجوده في وسائل اعلام مرئيه مسموعه مقروءه في فرنسا. تمام. طيب معالي السفير، زياره الرئيس الفرنسي وجايه بالتزامن كمان مع وجود وفد الماني عالي المستوى ودعوه وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشاره الالمانيه. لو حبينا نتكلم على طبيعه العلاقات ما بين مصر ودول اوروبا وتاكيدها او التطوير عليها في الايام اللي جايه، خاصه احنا بنتكلم على المانيا وفرنسا، يعني هم مركز ثقل في الاتحاد الاوروبي. انا اظن يا استاذه لبنى يعني بيلخص الاجابه جملة قالها الرئيس الفرنسي اليوم بعد الظهر عندما ذكر أن فرنسا اختارت مصر لتبدأ معها مشروع تنموي يتجاوز ما هو اقتصادي لأبعد من ذلك. اختارت مصر. زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية قال برضو في كلمته النهاردة في مؤتمره الصحفي أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار الشرق الأوسط، وهو من أمن واستقرار ألمانيا. وده اللي قاله الرئيس الفرنسي برضه. وده اللي قاله الرئيس الفرنسي واللي أكده الرئيس السيسي، وقال إن أمن واستقرار مصر هو أمن واستقرار الشرق يعني الأوسط. هي مصلحة مشتركة. نجاح مصر أستاذة لبنى هو نجاح لأوروبا. استقرار مصر بحجم الاستثمارات الضخمة اللي أوروبا وبالتاريخ وبالجغرافيا وبأهمية مصر ومكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة هو نجاح لأوروبا. وبالتالي لما بيقول نائب المستشارة الألمانية في كلمته النهاردة إن أمن واستقرار ورفاهة مصر من أمن واستقرار ورفاهة ألمانيا، أمر هام جدا. يعني ركيزتي أوروبا فرنسا وألمانيا يؤكدان يعني تمسكهما بمصر كركيزة لاستقرار الشرق الأوسط. قال الرئيس أيضا أولند النهاردة إن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط في حاجة لشركائها، وما يحدث لنا في أوروبا محتاج لاستقرار في الشرق الأوسط. من هي الدولة التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار؟ مصر التي تقف كحائط صد رئيسي أمام الهجمة الشرسة للإرهاب. الموضوع الاقتصادي والتنموي على أهميته في الزيارتين اللي حضرتك أشرت إليهم اللي بيقودهم الرئيس أولاند واللي بيقودهم الجانب الألماني زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية، يعني دولتين كبيرتين وشخصيتين رئيسيتين بيقودوا مشهد أوروبي هام جدا يؤكد أن العلاقات المصرية الأوروبية على الطريق السليم في توجه نحو مشروع مستقبلي هام يعود بالخير على مصر. وأنا شايف أن إحنا انتقلنا بالزيارتين دول من مرحلة التعاون لمرحلة التطابق يعني الاستراتيجي. إحنا هم بيعمقوا علاقاتهم الاقتصادية معانا أو بيساعدوا مصر علشان يدوها القدرة بعد كده على مواجهة الإرهاب أن هو يعتمدوا عليها في المسألة دي في المنطقة. الكل أدرك أن استقرار مصر هو أمن للجميع، أمن لدول المنطقة وأمن لأوروبا، لأنك أنت برضو وأنت بتلقى دعم لمواجهة الإرهاب محتاج دعم اقتصادي، دعم استثماري من الشركاء، لأن مواجهة الإرهاب زي ما قال الرئيس امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي مواجهة متعددة الأوجه، ليست بالمواجهة الأمنية والعسكرية فقط ولكن بالقدرة الاقتصادية، بخلق فرص للشباب، بالمواجهة الأيديولوجية والثقافية، بتجفيف مصادر التمويل، بقطع خطوط الإمداد عن الإرهاب. الإرهاب أصبح عابر للحدود ويستلزم شراكة دولية وشراكة إقليمية،
ربما حضرتك تابعنا العلاقة العربية النهضة والنامية بين ركيزتي العلاقات العربية العربية القاهرة والرياض. صحيح. وانتقلنا بعد ذلك لعلاقات أوروبية وطيدة قوامها فرنسا وألمانيا ركيزتي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي. طيب اسمحوا لنا خلونا نكمل مناقشتنا بعد الفاصل. بعد الفاصل مستمرين مع حضرتك. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية عن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة وكمان الوفد الألماني الموجود حاليا وطبيعة العلاقات ما بين مصر وأوروبا. بنرجع لنقاشنا مع ضيوفنا معالي السفير دكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ودكتور سعيد اللوندي الخبير في الشؤون الدولية. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. هنفضل مكملين الأول في البعد السياسي قبل ما نتكلم على الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة. دكتور سعيد، زي ما تفضل وقال معالي السفير، والحديث طبعا عن أمن المنطقة، محاربة الإرهاب، الأزمات اللي موجودة ومواقف المصرية الفرنسية والحلول السياسية المقترحة، يعني إزاي شايف إن في تطابق أو في وجهات نظر من الممكن البناء عليها وإن مصر تساعد فرنسا أو أوروبا في التعامل مع الإرهاب؟ يعني ما حدث إن هناك ملفات عديدة جدا نوقشت في هذه القمة، لكن ملف الإرهاب كان على رأس الجميع، سيما وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد حذر من أن الإرهاب قد يضرب أوروبا وليس فقط حكرا على المنطقة العربية أو الإسلامية. بنص الكلمة بتاعته الإرهاب آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافحة مكافحة عالمية. لم يستمع إلى أحد على ما يبدو، لكن عندما ضرب الإرهاب باريس ومات 130 شخص هناك في باريس، ثم انتقل إلى بروكسل التي تعتبر عاصمة الاتحاد الأوروبي وليس فقط بلجيكا، أعتقد أنهم بدأوا يفكرون ماليا فيما قالته مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالإرهاب. لذلك تجد أن هناك آلية معينة يعني حددت الآن من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، كذلك في طائرات وتسلح وأشياء كثيرة جدا. أعتقد أن أوروبا وجدت نفسها في مهب الريح، سواء بسواء مثل منطقة الشرق الأوسطية، معنى أن الشرق الأوسط لم يعد يعني معمل انتفاخ الإرهابيين، ولكن الكل أصبح سواء في مواجهة هذا الإرهاب الذي يسمى داعش ويسمى القاعدة ويسمى النصرة، يعني أيا كان في مسمى. طب الفرق يا دكتور سعيد ما بين الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية في مسألة الإرهاب وموقف مصر؟ أوروبا مختلفة تماما، يعني قصدي مختلفة عن أمريكا. أمريكا دائما ترى أن أي مصلحة لإسرائيل هي مصلحة ليها، لكن أوروبا مختلفة إلى حد كبير لأنه في دوائر عديدة جدا بتربط المنطقة العربية. هم حاسين أن خطر الإرهاب أقرب ليهم من الولايات المتحدة. أقرب من خلال البحر المتوسط. أي. يعني تسكني تحسين المكان زمان يقول البحر المتوسط ليس بحيرة انفصال ولكن اتصال. يعني احنا كنا دايما بندرس يقول لك انتهت عند البحر. طه حسين قال لا، ما وراء البحر. الدول المشتركة شمالا مع جنوبا اعتقد في هذا الامر، اعتقد بعد ان ضربت داعش باريس وبروكسل وارتعدت فرنسا المانيا وهولندا ودول كثيره جدا، اعتقد بشكل او باخر الكل اصبح في مواجهه. طب استكمالا لسؤالي كده، نقول ازاي الولايات المتحده بتبص للزياره دي؟ يعني في وسائل اعلام امريكيه وفي الاوساط السياسيه اختزلوا الزياره او مش عارفه شايفينها محل انتقاد، او ان فرنسا ممكن بشكل او باخر مع روسيا تمثل بديل لمصر في مساله التسليح. يعني انا لا اعتقد اننا على الاقل الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينظر ان هذا مكان ذاك، بالعكس يتقبل الجميع، هناك سياسه انفتاح على العالم كله. بس هم مع كل صفقه تسليح يتكلموا عنها على طول، امريكا يعني على طول بتتكلم. امريكا دائما غاضبه ودائما عكس ما تقول من خلال بياناتها، في حاله يعني خرجت من عباءتها مصر وهذا يزعج الولايات المتحده الامريكيه. لكن الرئيس السيسي عندما زار افريقيا، قاره افريقيا، وزار قاره اوروبا، وزار قاره اسيا، وسيزور دول كثيره جدا، معنى ذلك انه يرفع شعار مهم ان السياسه مع الجميع منفتحه، ليست منغلقه، لكنه في الحقيقه بذكاء سياسي شديد جدا يقول انه
يعني ليس معنى أننا بعدنا عن أمريكا وذهبنا إلى موسكو أن موسكو تحل محل واشنطن أو أن باريس تحل محل واشنطن بشكل أو بآخر، بدليل أنه كان هناك علاقات مع موسكو، وفي نفس الوقت كان هناك حوار استراتيجي أمريكي في مصر تحت إشراف كيري وزير الخارجية. إذن هو لا يبتعد عن هذا ويقترب من ذلك، يعني تعلم الدرس جيدا وفتح قلبه للجميع، لكن المصلحة التي تعود على الشعب المصري هي يعني الأساس بالنسبة لنا. حتى في المعاهدات حوالي 20 معاهدة مع فرنسا وأولاند تعود على الشعبين الفرنسي والمصري، وهذه مسألة مهمة. معالي السفير، البعد الاقتصادي بقى من الزيارة دي، عدد الاتفاقيات اللي تم توقعها ودلالة كمان المجالات اللي حصل فيها الاتفاقيات أو التعاون المشترك. يعني احنا سمعنا عن رقم 1.8 مليار، وده رقم مهم جدا، 1.8 مليار يضاف لرصيد العلاقات في 18 اتفاقية وبروتوكول تعاون. شملوا مجالات البنية التحتية، تحديث ترام هليوبوليس، تحديث ترام الأسكندرية، الخط الثالث من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، المشاركة في توصيل الغاز الطبيعي، الاتفاقيات البترولية والغازية بين إيجاز والشركة المقابلة في فرنسا، وأيضا مشروعات متعلقة بتوصيل الطاقة الكهربائية ومشروعات متعلقة بالطاقة المتجددة، وكذلك ربما يعني في زيارة نائب المستشارة الألمانية اتفاقيتين ب 335 مليون يورو، بيشمل قطاع مهم جدا اللي هو التأهيل أو التدريب المهني أو تأهيل عدد من المهندسين في حدود 250 مهندس كل سنة لمدة 3 سنوات في بروتوكول لمدة 10 سنوات. ده مجال بتتميز فيه ألمانيا، وأعتقد هيكون أفق جديد للعلاقات. وفي أظن مشروع آخر لإنشاء، هم بيقولوا متنزه للطاقة الشمسية، هو منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية بقيمة 58 مليون يورو، بيضاف أيضا لرصيد العلاقات المصرية الألمانية اللي وصل حجم التجارة فيها النهاردة لحوالي 5 مليار يورو، يعني تخطى السنة دي 2015 تخطى حاجز الـ5 مليار يورو، ده رقم مهم جدا، بالإضافة لحجم استثمارات فرنسي 6 مليار يورو وحجم تجارة 2.5 مليار يورو. كل ده عائد على مين أستاذة لبنى؟ عائد على مصر، وكما ذكر الدكتور سعيد عائد أيضا على الشركات الفرنسية والشركات الألمانية اللي وجودهم مع بعض وفي نفس التوقيت دلالة على أن مصر برضو منطقة جاذبة للاستثمار. الاستقرار والأمن خلال السنوات السابقة دي مصلحة متبادلة، يعني هو مش هيرموا الفلوس كده يعني. بكل شك في عقد كمان مهم جدا تم مع سيمنز في يونيو الماضي لما غطينا وحضرتك اتصلتي بينا أثناء زيارة السيد الرئيس السيسي لبرلين في يونيو الماضي، عقد في حدود 8 مليار يورو مع شركة سيمنز، بيضيف هذا العقد 17000 ميجا وات للطاقة الكهربائية. يعني بنواجه مشكلة الكهرباء في مصر اللي أشاد بها الرئيس أولاند في زيارته، أن مصر تجاوزت فعلا تحديات قطاع الطاقة، وبنضيف أيضا للمستثمر. حضرتك فكرتني بحاجة، يعني ده حصل وقت زيارة الرئيس لألمانيا، والرئيس زار قبل كده فرنسا، ولما بيتقال انه يعني كانه رد للزياره، ارجع واتكلم في اللي كان بيشكك وما زال الحقيقه، اللي هو ما جدوى الزيارات الخارجيه، وان الرئيس مهتم بالملف الخارجي على حساب الملف الداخلي. هل اللي بيحصل دلوقتي رد عملي انه والله لا، في 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 بعد ورا هذه الزيارات، انا بعمل ده، وبيقول اعرفكم في الدبلوماسيه ان دي دبلوماسيه القمه اللي هي العلاقات الثنائيه ما بين الرئيسين، هي دي اللي بتسهل الامور وبتجيب نفع على المستوى السياسي والاقتصادي؟ طب انا هستعيد بس تعبير دبلوماسيه القمه اللي حضرتك قلتي مهمه جدا. ان احنا كمان حرمنا لسنين طويله من دبلوماسيه القمه في الخارج، يعني مشاركه الرئيس السيسي في كل التجمعات والمؤتمرات الافريقيه، سفروا الى دول مختلفه، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، ايطاليا، المانيا، ولقاءه مع قادتها، زيارته الاخيره لاسيا، وكان زياره هامه جدا لقازاخستان وكوريا واليابان. في كل محطة في شيء بيعود به الرئيس. يعني في ألمانيا أنا كنت سفير هناك، وبيكمل زميلي السفير بدر عبد العاطي المهمة، وبيستلم التوربينات
اللي هم 24 توربين هام بينتجوا 17,000 ميجا وات، يعني نص الطاقة المنتجة في مصر حاليا أو أكثر. يبقى في كل محطة خارجية في هدف اقتصادي يعود على المواطن المصري، لكن كمان في هدف سياسي وأمني واستراتيجي. يعني لما الرئيس أولاند بيقول أنا شريك لمصر واخترت مصر لمشروع تنموي يتجاوز الاقتصاد لما هو ثقافي وتنموي، يعني بيسعى لمنطقة شرق أوسط. فرنسا طول عمرها ليها سياسة خارجية مستقرة في اتجاه الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، في القلب منها مصر. هرجع لسؤالك معلش، في كل محطة خارجية في إنجاز يتعلق بالمواطن، يتعلق بالوطن واقتصاده، لكن يتعلق أيضا بالتهديدات والمخاطر اللي بنتعرض ليها في منطقتنا. يتعرض للإرهاب زي ما ذكر الدكتور سعيد بكل مشتملاته وبكل أهدافه اللي محتاجة شراكة دولية لأنه عابر للحدود، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك قضايا المنطقة، القضية الفلسطينية قلب وعقل الدبلوماسية المصرية والعربية. الرئيس أولاند وفرنسا لها مبادرة هامة جدا فيما يتعلق بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، المبادرة الفرنسية مؤتمر دولي للقضية، أكيد مؤتمر دولي في صيف 2016 ده كان محل نقاش هام جدا. يعني احنا مش بس بنسعى لأمن واستقرار مصر وتنميتها اقتصاديا، بل مواجهة المخاطر اللي بتواجهها المنطقة، النزاع السوري، النزاع الليبي، وفرنسا لها رؤية في ليبيا، والرئيس السيسي أكد على أهمية دعم ومساندة الجيش الوطني الليبي ليتحمل مسؤولياته في مواجهة الإرهاب. لينا بعد ثنائي هام جدا يتعلق بالمواطن والاقتصاد والتنمية والاستثمار، بعد إقليمي يتعلق بقضايا المنطقة، وبعد دولي يتعلق بالإرهاب. مفهوم معالي السفير. أرجع حدايا دكتور سعيد، مع كل اللي بنتكلم فيه ده على المستوى السياسي والاقتصادي، إلا أن كان بعد الحريات، ملف الحريات وحقوق الإنسان كان حاضر وبقوة في الزيارة وفي المؤتمر الصحفي اللي تابعناه، ويمكن حتى بقت فيه انتقادات أوروبية وانتقادات أيضا أمريكية أنه إزاي تحصل كل هذه الصفقات في إطار ملاحظات ما زالت مستمرة في الملف ده. شايف الموضوع إزاي؟ يعني الاتحاد الأوروبي بالفعل كان بيوجه انتقادات للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وكان بيقول ممنوع التعامل من وجهة نظره مع مصر لأنها دولة يعني على خلفية الحادث مقتل الشاب الإيطالي لآخره، ايا كان الامر. لكن من حسن طالع انه الرئيس أولاند في مصر ونائب مستشار ميركل هنا، واعتقد ان الدولتين فرنسا الرمز السياسي للاتحاد الاوروبي والمانيا الرمز الاقتصادي، لان تمول 75% من راس مال الاتحاد الاوروبي. يعني اعتقد الدولتين يمكن ان تلعب دور في حل حاله الوضع والحديث بشكل او باخر عن مصر التي تعرفها جيدا. يعني اعتقد ان الاشاده، استاذ سفير قال يعني الاشاده اللي قال بيها رئيس أولاند والاشاده اللي قال بيها ايضا نائب المستشار ميركل، يعني نائب الرئيس المستشار ميركل بيقول انا بحسدكم على انه عندكم شخص زعيم زي الرئيس السيسي. يعني اعتقد بشكل او باخر هذه وجهات نظر فيها رساله ترد على اولئك الذين يتهمون النظام بان الدكتاتوري لا يسمح باشياء معينه، يضع ناس في الطرق. لكن لابد الانصاف ان نذكر ان يعني مصر تحارب الارهاب وحدها في سيناء، لم يحدث اطلاقا ان اصدرت احدى جمعيات حقوقيه بيان يشجب بهذه العمليات الارهابيه ابدا. يعني معنى ذلك ان هذه الجمعيات تكيل بعشرات المكاييل. إذا كان هناك شخص مثلا زي جيني تقوم قيامة الدنيا ولا تقول، لكن إذا مات مئات من مصر أو العرب الآخر ولا أحد يتحرك من هؤلاء. ولذلك نحن لا نعول كثيرا على هذه الجمعيات، نعول على الدول وعلى الشعوب. طب هنا الرئيس كان حريص برضو بيقول فرصة أن أنا يعني أوجه كلامي لدول وشعوب أوروبا، إنه ظروفنا مش زي ظروفكم، في مخطط لهدم الدولة، التشكيك في كل شيء، في الداخلية، في مجلس النواب، في كل حاجة. يعني لأي مدى في قابلية أو منطق إن الناس تستمع لهذا الكلام، ولا في حكم مسبق مهما حاولنا؟ في أحكام مسبقة فعلا على الشعب المصري، لكن الرئيس السيسي يوضح أكثر من مرة، والدول نفسها يعني فرنسا في الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا ودول كثيرة جدا توضح حقيقة الأشياء المغلوطة القائمة، مثلا موضوع الإرهاب، موضوع الإسلاموفوبيا، الدوائر التاسعة يوما بعد يوم
ضد اي كل ما هو عربي او مسلم. وانت اسمك ده ملف حضرتك ده يا دكتور سعيد بقالك سنين بتتكلم فيه. انا بتكلم فيه من زمان. شوف دلوقتي الوضع وصل لايه يعني. اظن ابعد ما كان الواحد يتصور. استاذ سفير يمكن شاف الكلام ده في المانيا اكثر من الدوائر تتسع يوم. يعني اسمك محمد محمود مصطفى عبد الله الاسماء جاهزه للشقاقات الاسلاميه فانت ارهابي حتى تثبت العكس. صح. مع ان انت المفروض القاعده غير كده خالص. لكن طب. مع اوروبا انا شاهدت بنفسي في باريس يقول لك ممنوع دخول العرب والمسلمين والسود والكلاب. يعني قمه العنصريه. طيب معالي السفير يعني كلام حلو اللي احنا بنقوله في موضوع انه المانيا وفرنسا وتعاون سياسي واقتصادي وكل ده. امال السياحه ما بترجعش ليه؟ طيب السياحه ده سؤال مهم جدا. السياحه الالمانيه مستمره. وأعتقد فرنسا يعني لديها عشق يعني لكل ما هو مصري ولتاريخنا واستمرار جهودنا على المستوى الرسمي. زي أنا متأكد ملف السياحة كان على مائدة الحوار النهاردة. أيوة جهودنا نعمل إيه يعني؟ قالوا المطارات وتأمينها زبطنا. نعم. الدنيا واللي عايز يجي بص ويتابع. طيب هو ده أنت تستمري طول الوقت تحققي كل ما هو مطلوب. تأمين المطارات أمني مطارات، دعوة وفود أمنية ندعو وفود أمنية، نخاطب الخارجيات. أنا السيد وزير السياحة السابق كان في كل زياراته ليا بننتقل من المطار إلى مقر وزارة الخارجية نعقد مباحثات. أمال ليه في إحساس إن دي عقوبة مقصودة على مصر؟ السياحة الألمانية لازالت على مستواها. إحنا 850 ألف إلى مليون سائح نزولا ربما من عام 2010 كنا 1.3 مليون لكن وصلنا 2013 ل 350 ألف سائح مع المثابرة والاستمرار والإلحاح. مصر مقصد سياحي يا أستاذة لبنى مطلوب في أوروبا. يعني ما فيش أهرامات في حتة تانية. أهم المقاصد الشتوية يعني شركات السياحة حتى المستثمرين السياحيين الأوروبيين يهمهم عودة السياحة لمصر. نستخدمهم كلوبي جروب يعني نستخدمهم كجماعة ضغط من أجل السياحة. نكلم منظمة السياحة العالمية ولنا صديق فيها طالب الرفاعي رئيس المنظمة. بصراحة تقييمك للجهد المبذول عملنا إيه صح وإيه اللي لسه محتاجين نشتغل عليه؟ والله إحنا نستغل الفترة دي في تأهيل البنية التحتية. إحنا بنعمل بنية تحتية عملاقة بجد. إحنا في مشروع وطني يا أستاذة لبنى هام جدا ومستقل جدا. ويمكن ده اللي يفسر لك الضغوط اللي ممكن يكون بعضها سياحي بعضها مائي بعضها سلاحي بعضها أو تسليحي. فلكن إحنا كمان دولة قادرة وتستطيع. بمعنى إن إحنا لدينا تواصل خارجي ومؤثر. لدينا علاقات دولية متنوعة من الصين إلى اليابان إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى المنطقة العربية إلى القارة الأم إفريقيا. بمعنى إن أنا برضو لازم أواجه أنا علي ضغوط لأن هي هامة جدا. تشكيل القرار السياسي في مصر وتوجيه النظام توجهات ورؤى معينة أمر يهم القوى المؤثرة اللي ليها الشرق الأوسط ده مصدر للطاقة ومصدر للتجارة الدولية ومنطقة هامة. كله بيسعى لفرض نفوذه ومن خلال محاولات فرض النفوذ بنستشعر إحنا بعض الضغوط. السياحة أنا ما بستبعدش. ليه؟ أنا كنت في ألمانيا. ألمانيا وقفت السياحة في فترة العام 2014-2015 عدت السياحة الألمانية. النهاردة إنجلترا موقفة السياحة. أنا أعتقد أن الأمر كمان محتاج تحرك لدى منظمة السياحة العالمية. بالمناسبة علاقتنا مع إنجلترا دي في ناحية تانية خالص غير أوروبا. خدي بال حضرتك يعني بريطانيا هي المستثمر الأول. يعني بريطانيا عندها حوالي 20 مليار استرليني بتستثمرهم في مصر. لينا علاقات تاريخية بيها. ولابد أن احنا نثابر بمعنى أن احنا ما نملكش طرف الغضب من الآخر. إحنا ننقل رسائل نعبر عن رأينا بمنتهى الوضوح زي ما ظهر في المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس ونظل أيضا نتواصل. إذا كانت هناك مشكلة كانت اقتصادية أو دبلوماسية أو سياحية علينا أن إحنا نتواصل. يعني إحنا في مرحلة زي ما قال الدكتور سعيد في حاجة لكل الأصدقاء. في حاجة للولايات المتحدة وفي حاجة لأوروبا وفي حاجة للصين وفي حاجة لليابان وفي حاجة لإفريقيا. علينا ان احنا نواصل يعني الايمان الاول بان احنا بنعمل شيء عظيم لينا وللمنطقه وان في قوه شر زي ما وصفها السيد الرئيس بتحاول تخلق تصدعات. هي بتبدا ازاي؟ يشوف نقاط ضعف يتكلم معاكي في الحريات يتكلم في حقوق الانسان على اهميه هذا الملف.
يعني الملف ده ملف مهم جدا وبنسعى فيه جدا، وبنحاول احنا عايزين مصر دي تبقى زي الدستور ما بيقول بالظبط، يعني دولة حريات وحقوق الإنسان. ولكن أنا في ظرف ضاغط جدا، عندي منطقة ملتهبة، عندي مشاكل سياسية وأمنية واستراتيجية. طيب أنا الوقت للأسف أسمع تعليق أخير من دكتور سعيد، وبرضه في سطر كده أو في جملة، موضوع السياحة، لأن لو كانت الدول دي جادة فعلا في مساعدتنا ما تحرمناش من دخل مهم، دخل يعني قبل. السياحة لنكون واقعيين، السياحة في هذا العام لا أعتقد أنها ممكن أن تكون يعني مطروحة، لأن بين وقت وآخر المطارات يشككون فيها، والحرب دائما على مصر مستعرة، لأن هناك إنجازات الرئيس السيسي عمل إنجازات، هذه إنجازات لم يكن يتوقع أحد. يعني مثلا تحول الديمقراطية متميز جدا جدا في أوروبا به، يعني بدأنا بالدستور ثم انتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان، يعني أيام انتخابات البرلمان كان هناك تشكيك حتى في أن يكون هناك برلمان في مصر، يعني لهذا الحد. اليوم أعتقد إنجازات تؤلمهم كثيرا ويحاولون يقللون من شأنها ويضئلون هذه الإنجازات، وللأسف شديد بعض الدول الأوروبية وليس كلها تستمع، لكن فرنسا باعتبارها مع ألمانيا هي القاطرة لتجر الاتحاد الأوروبي، أعتقد توطيد العلاقات مع فرنسا ومع ألمانيا يمكن أن يؤدي لإقناع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بأهمية مصر في المرحلة الحالية والآنية والمستقبلة. دكتور سعيد اللويندي الباحث وخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا. دكتور معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتونا وأشكركم على وجودكم معنا وعلى قراءتكم لهذه الزيارة وطبيعة العلاقات المصرية الدولية وخاصة في بعدها الأوروبي. شكرا على وجودكم. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم، وهنتكلم في موضوع يمكن الرئيس أشار امبارح في المؤتمر الصحفي إن مصر تعرض ل مؤامرة أو التشكيك ومسألة يعني الإساءة لمصر في محيطها الإقليمي ومحيطها العربي. بعد موضوع السعودية والجزيرتين في كلام حصل من امبارح وترد عليه من قبل الخارجية المصرية على خلفية مطلب، ما هوش طبعا المرة الأولى اللي نتكلم عن قصة حلايب وشلاتين والمطلب السوداني بخصوصها، لكن الموضوع اتجدد مرة تانية. بعد الفاصل هيكون معانا عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، نشوف شايف الموضوع ازاي سيادة النائب ممدوح عمارة. طبعا كانت خطوة مهمة جدا لما حصل قانون تقسيم الدوائر وقانون انتخابات مجلس النواب، انه لأول مرة يكون في دايرة تحمل اسم حلايب وشلاتين ويكون في ممثل عنها للمجلس او داخل المجلس. طبعا دي اكيد رسالة او التأكيد على حقية مصر او ان الارض دي ارض مصرية. بعد الفاصل نتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا.